السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع جرامر الدرس الأول والثاني، واللي بيكلمني فيه في أول جزء عن how to give directions or giving directions، يعني إزاي أنا بوصف الاتجاهات أو أعطي الاتجاهات لشخص معين بيسألني عن الطريق. بس قبل ما نعرف ازاي انا بوصف الاتجاهات لازم اعرف ازاي انا بسأل عن الاماكن في الاول او عن وصف الاتجاهات في الاول. طبعا حبيبي لما اجي اسأل عن مكان بستخدم كلمة where دي معناها اين، تاني where معناها اين، طبعا عارفين انها بتسأل عن المكان. طبعا بسأل where is وبعدين اقول اسم المكان اللي انا عايز الاتجاهات ليه. فمثلا انا عايز اسأل عن مكان المستشفى فبقول where is the hospital. Where is the hospital يعني أين المستشفى. ثاني where is the hospital يعني أين المستشفى. طيب أنا بس أنا عايز أسأل عن مكان البوست أوفيس فحقول where is the post office. ثاني where is the post office يعني أين مكان مكتب البريد. ثاني where is the post office يعني أين مكان مكتب البريد. طيب هل ده السؤال بس؟ قال لي لا، في أسئلة كتير بسأل بيها عن المكان. شكل مثلا لما أقول للواحد excuse me يعني معذرة، وبعدين اقول له could you tell me or can you tell me the way to، واجيب برضو اسم المكان. يعني انا عايز اسأل مكان المستشفى اقول excuse me can or could you tell me the way to the hospital can or could you tell me the way to the post office. يبقى إذن ده السؤال الثاني. طيب السؤال الثالث how can I go to، وبعدين أجيب اسم المكان. how can I go to the hospital how can I go to the post office. السؤال الرابع how do I get to، وبعدين اجيب برضو اسم المكان بتاعي. يعني مثلا لو انا عايز اسأل عن مكان المستشفى هقول how do I get to the hospital. خلي بالك ان get لما يجي وراها to يبقى معناها يصل الى، تاني get to معناها يصل الى. طيب ده بالنسبة للسؤال. طيب بالنسبة بقى للاجابة، عشان اجاوب كويس عن وصف الاتجاهات لازم اكون حافظ عبارات معينة، العبارات دي بتساعدني في ان انا اوصف الاتجاه. شكل مثلا go straight on، go straight on دي يعني امشي على طول، لازم اكون حافظ كلمة شكل turn right، و turn right معناها حول يمين، او turn left و turn left معناها حول شمال. لازم اكون حافظ عبارة شكل go past، go past يعني مر بي او عدي على، او كمان walk past هيها بس هنا هتعدي ماشي، walk past يعني عدي على او امشي مرا بي. لازم اكون حافظ كلمة شكل كلمة cross، وcross معناها اعبر كفعل امر. طيب لازم اكون حافظ حاجة شكل across from، across from معناها في الجهة المقابلة من. لازم اكون حافظ حروف جر تدل على المكان شكل next to، next to معناها بجوار. لازم اكون حافظ ان the right و the left الاثنين بياخدوا حرف الجر on، شكل ما اقول on the right يعني على اليمين or on the left على الشمال. لازم اكون حافظ عبارة شكل on the corner، وكلمة on the corner معناها على الناصية، تاني on the corner معناها على الناصية. لازم اكون عارف يعني ايه in front of، in front of معناها امام. خلي بالك برضو التركيبات دي كلها بيجيبها لي في الاختيارات، يعني مثلا بينقص لي off عشان اختار in front، بيجيب لي the corner عشان انا اخد on، بيجيب لي the right عشان اخد on، بيجيب لي next عشان انا اخد to. لازم اكون عارف ان انا لما بتكلم عن مكان ما بين مكانين بستخدم دايما كلمة between، between مكان and مكان اخر. يعني مثلا اقول between the hospital and the post office، طالما جاب لي وراها مكانين فانا لازم استخدم between and. لما اجي اقول انطلق من فبجيب حرف الجر from، طب الى فبجيب to. لازم اعرف كلمة opposite، وكلمة opposite حبايبي معناها مقابل او قصاد شكل ما احنا بنقول.
يبقى اذا لازم اكون عارف كويس جدا ازاي انا بسأل عن وصف الاتجاهات، وكمان عارف ازاي انا بوصف الاتجاهات. وخلي بالكم حبايبي، لما اجي اوصف اتجاه معناها ان انا بدي تعليمات، معناها ان انا بستخدم افعال بدون اي اضافات، يعني فعل امر. تعالى مثال، مثلا لما يجي يقول لي في المحادثة A بيكلم B، فبيقول له how can I go to the hospital، يعني ازاي اقدر اروح المستشفى. خلي بالك بقى من الاجابة، قال لي هنا انا بدي تعليمات، وبدي تعليمات يعني الفعل بتاعي لازم يكون بدون اي اضافات لانه يعتبر فعل امر، فبالتالي ما ينفعش اقول going straight، لا لازم اقول go. يبقى هيديني في الاختيارات go ولا goes، اقول له لا go. go ولا going، اقول له لا go. فلازم اقول go straight on، go straight on يعني امشي على طول، then then يعني بعد ذلك. خلاص طيب، عايز اقول بقى حود يمين، يبقى هقول turn right. ايه ده يعني ما اقولش turns؟ لا. طب ما اقولش turning؟ لا. طب ما اقولش turned يعني اجيب فعل في اي زمن؟ لا طبعا، لازم اجيب الفعل بتاعي بدون اضافات، فاقول turn right يعني حود يمين. بعد كده ممكن بقى اقول مكانه بالظبط، يعني اقول مثلا it's opposite the school, it's across from the post office، على حسب المكان اللي هو فيه. يبقى مهم جدا اعرف ازاي بسأل، وازاي كمان بدي تعليمات بافعال بدون اي اضافات. فتلاقيه في الاخطاء مثلا يقول لك كده turns right يعني حود يمين، it's at the left ده هو على الشمال، ويقول لك صح، هقول له اه. فعل الامر ده بيكون في المصدر، يعني ما ينفعش اقول turns، امال هقول ايه؟ هقول turn. turn يعني انعطف يمين، it's at the left هقول لك اه. لازم اكون عارف ان the left و the right الاثنين بياخدوا حرف الجر on، فاقول هنا on. فهي بتجيلي بالشكل ده سواء في الاختيارات او في تصحيح الاخطاء. تاني حاجه بيكلم لي عنها حبايبي في الجزء ده من الجرامر هو استخدام in و on و at. تاني in و on و at، امتى اجيب in وامتى اجيب on وامتى اجيب at. طبعا مديني اول حاجه هو استخدام ان. قال لنا بستخدم ان حبايبي مع الشهور والسنين والفصول وكمان القرون والعقود. يعني لما اجي اقول في شهر يناير بقول ان جانيوري، طيب في شهر فبراير ان فبراير، طب في شهر مارس ان مارش. يبقى لو لقيت شهر لازم اجيب حرف الجر ان. طيب تاني حاجه مع فصول السنه سبرينج واوتون وكمان سمر وونتر، قال لي برضو فصول السنة لازم يسبقها حرف الجر ان، شكل ان سبرينج وان وينتر. كمان قال لي السنين، اي سنة بجيب قبلها حرف الجر ان ما عدا المطالع التام بجيب قبلها سنس، يعني ان 1984. قلت لما جنطق السنة بقسم السنة اتنين وبعدين اقول الاتنين الشمال الاول وبعدين اليمين، ان 1984. او ان انا اقول في العشر سنين دول، يعني لما يحط لي بعد السنة اس بالمنظر ده بيبقى قصده من 1990 لغاية 2000. فلما يجي يقول لي in the 1990s يعني في التسعينات. طيب كمان مع القرون، لما يقول لي في القرن الاول او in the first century، في القرن الثاني in the second century، في القرن العشرين in the 20th century. كمان في فترات اليوم اللي وقتها مش محدد، يعني بتاخد فترة طويلة، شكل المورنينج والايفنينج والافترنون، كل جزء من الاوقات دي بياخد فترة طويلة، فعشان كده بيسبقوا حرف الجر in the morning in the afternoon and in the evening. كمان لما اجي اقول في الماضي بقول in the past، تاني in the past في الماضي. لما اجي اقول في خلال بقى حبايبي، يعني لما اجي اقول 3 سنين 10 دقائق 3 ساعات، لما اجي اقول في خلال 3 ساعات في خلال 10 دقائق هنا بسبقها بحرف الجر ان. يعني لما اقول in 3 years معناها في خلال 3 سنين او بعد 3 سنين، لما اقول in 10 minutes معناها في خلال 10 دقائق. طب لما اجي اقول في الاجازات بقول in the holidays، تاني in the holidays. طب لو هي holidays بس، قال لي عادي انها تاخد حرف الجر on. طيب تعال نشوف، بيقول لي I was born in October، يبقى هنا شهر فجبت حرف الجر in. I was born in 2007 يعني في 2007، فبرضو خد حرف الجر in. هنا نفس الكلام، بيقول we go to Hurghada in summer في الصيف، يبقى ده فاصل فخد حرف الجر in. We are in the 20th century يعني احنا في القرن الحادي والعشرين، فخد برضو حرف الجر in. I usually do my homework in the evening. On the evening, with the afternoon, with the morning, كل ده بياخد حرف الجر إن. My uncle will travel in 3 weeks. طبعا هنا بقى معناها ايه؟ هقول لك معناها في خلال
3 أسابيع. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف استخدام أون. قال لي أول حاجة بستخدم فيها أون هو أيام الأسبوع، يعني إذا كان عندي يوم من أيام الأسبوع على طول بستخدم حرف الجر أون بشكل أون مانداي وأون وينزداي. قال لي كمان بستخدمها مع الأيام لو جه بعدها فترة من فترات اليوم، يعني فترات اليوم انا عارف انها بتاخد ده شان شكل in the morning in the evening in the afternoon، لكن لو جه اليوم قبلها قال لي تاخد on شكل on Tuesday afternoon and on Saturday morning. قال لي اذا جاب لي التاريخ، بس التاريخ ده يكون في يوم سواء اليوم ده جاي في الاول او في الاخر، كده كده بجيب معاه حرف الجر on شكل on November 22nd. هنا ما تقولش بقى ان نوفمبر ده شهر فياخد ان، لا طالما جاب لي اليوم ده تاريخ فبالتالي بجيب معاه حرف الجر on، هي هي on the 22nd of November. قال لي كمان بتيجي مع المناسبات الخاصة الأيام المخصوصة شكل on my birthday or on Christmas day. شوف هنا بقول لي on Fridays هنا on 20th of May تاريخ ومديني في يوم فلازم أجيب معها حرف الجر on. قال لي هنا on Thursday morning، هنا morning صحيح بس هنا Thursday خلاص فأجيب on. قال لي كمان on New Year's day يعني في عيد رأس السنة. طب تعال نشوف بقى at. قال لي at يا حبيبي بتيجي مع الأوقات المحددة شكل كده الساعة، لما قولي at 7:30 or at 5 o'clock. كمان في المهرجانات شكل at Christmas و at Easter، Christmas اللي هو عيد الكريسماس، Easter اللي هو عيد القيامة. قال لي كمان بتيجي مع فترات اليوم المحددة، يعني ايه فترات اليوم المحددة؟ يعني شكل نون الظهر بالظبط، midday منتصف اليوم، night الليل، midnight منتصف الليل، dawn دون حبيبي اللي هو وقت الفجر. كمان بتيجي مع اي كلمه فيها تايم في الاخر شكل لانش تايم دينر تايم، فهنا لما قال لي 9 ام قلت ات 9 ام، هنا لما قال لي لانش تايم قلت ات لانش تايم، لما قال لي ايستر قلت ات ايستر، لما قال لي نايت قلت ات نايت. مهم جدا بقى يا حبايبي ان انا اعرف ان في كلمات ما ينفعش ابدا اجيب معاها ولا ان ولا اون ولا ات. الكلمات دي شكل every اللي هي كل، شكل every day و every night و every year، today اليوم، tomorrow غدا، yesterday امس، next القادم، I'm only next week, next month, next year، ما تقولش in ولا on ولا at. last معناها الماضي، وكلمة this اللي معناها هذا، لما أقول لي this morning هذا الصباح، this month هذا الشهر. فلو جاب لي أي كلمة من دول ما تجيبش معاها ولا in ولا on ولا at. طبعا الكلام ده كله حبايبي محتاج حفظ، يعني لازم أحفظ الكلام ده كويس، مين اللي بيجي معاه in ومين اللي بيجي معاه on ومين اللي بيجي معاه at ومين اللي ما يجيش معاه التلاتة، وبعد كده أبدأ أحل إن شاء الله. Thank you very much for watching. استنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.